حاجه ياسر بنينه، نوع جديد نتاع سابلي، حاجه سهله على الاخر. دونك حبيت نودكم بالروسيت نتاعها، سورتو انا بيدي ما قلت لكم ماشي ضيفه ودنيا وجو، دونك شنازهم معايا حاجات بريزونطابل ويعملوا 66 كيف. انا عندي جديده باش ناخذ منها مقدار 120 غرام، لازمها تكون درجة حرارة الغرفة. فوالا انا ما وليت عيني ميزاني، دونك نورمالمون هذوما باش يجيو 120، وانا متاكده اللي هما باش يجيو 120. وشنو باش نكملوا معاها؟ وين السكر المحور نتاع رندا؟ انا لوج عليا توا شبيه مش بحذايا. هو السكر المحور نتاع رندا نوزن مقدار 80 غرام. مريقلين مريقلين. دونك انتوما تحبوا تجربوا المره الاولى تجربوا بكونتيتي صغيره، وكان انتوما هكا خممتوا فيه كي حلو العيد وكل شيء، دونك وقتها انا نقول لكم فوا 3 ولا فوا 2 لا كونتيتي اللي انا باش نكتبها توا على يساري وباش تخرج على يساري. باش نجيبوا سباتول نتاعنا كيف العاده، هذيا راهو حاجه ضروريه ولازمه في الكوجينه التونسيه، مش في الكوجينه التونسيه كهو، في الكوجينات الكل. توا باش ندخلوا جديده في وسط السكر غلاس نتاع شكون؟ نتاع رندا. لازم تولي تكستور كريموز باش نجم نكملو نحطو فيها بقية ليزانغغيديون. فوالا، وتعاونكم بالكتاب الكدا في الخدمة نتاعها. هنايا شنو باش نزيدوها؟ هوني باش نزيدوها العظمة. دونك عندي عظمة ديجا هاي هوني، حطيت السكر فاني، حطيت العظمة، نركضهم في الخلاط. هذويكا عندي مقدار 40 غرام بودغ داموند باش نحطوها في وسط البريباراسيون هذيكا. علاش؟ على خاطرها تجي قش عليها معموله بالفيكيا وتجي هكا مبسه وبنينه. حسلو حطوا 40 غرام وكاها. هذا السابلي نتاعنا البشكوتو، شفتوا قداش لي زانغريديون ساهلين مهلين ما فيهم حتى شيء، لا يستحقوا الخميره ولا حتى شيء. هوني عندي الفارينة سبيسيال باتيسخي نتاع رندا، ياسر نستعملها سورتو هكا في حاجات كيما البيتي فور، كيما البشكوتو، كيما حتى الغريبه نتاع الفارينة تجي امبيكابل. دونك هوني باش نجي باش نحط 200 غرام ونزيدهم للبريباراسيون. ساهله ماهله لا غوسيت ما فيها حتى شيء. لي بسباتول باش نلم كل شيء. كان شفتوا راهو الكاكاو ما حطيتوش توا، تنقول لكم وقتاش. وهذا المطلوب، هذا المطلوب. باش نجي الناتور باش نقسمها هوني، نحطها هوني، وباش تقعد لي هذيا. ها باش نقول لك شنو باش نعمل بها. هكا العشرة غرامات نتاعي نتاع الكاكاو اللي عندي باش نجي ونحطها في بقية ليزانغغيديون والبريباراسيون. هوني باش يوليو عندي دو بات، واحدة شوكولاتة والأخرى ناتشو. هيلة هيلة لا وسيط، هذي هيلة نعرفكم برشا باش تجربوها. ريحة الكاكاو هبيل. فوالا، دونك نجي هنايا والبات نتاعي قاعدة بعد ما عملتها بودان باش نقصها هكا تريفات صغار، لو ما حاجتي بيهم راهو. دونك نجي ونحط هكايا خاطر هذوما اللي هما باش يعملوا لي اللي حاجتي بهم الكل. نعملو الناتور هكا، وكيف كيف باش نعملو الكعابر نتاع الشوكولا. ريحتها فيوحة 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 على الاخر نتاع الشوكولاتة، ماما ميا. نحب انا راهو الباتيسخيه ما نحبش برشا، مش برشا برشا برشا. تعرفوش علاش؟ على خاطر تشد الوقت. لبست باش ما تلصقليش في يديا، خاطر نورمالمون نخليها ترتاح شويه، اما انا مزروبه. دونك نتوما خليوها ترتاح 10 دقائق هكاك. متفاهمين؟ والله والله تتشوفوا من بعد كيفاش الريزولتا. هبيل هبيل، تنجموا حتى تذوبوا شويه شوكولاته تعملوهم بالشوكولاته. به نجي هوني توا ونبدا نحط الكعبه بحذا اختها. باش نعمل دوره، ثلاثه كعبات صغار شوكولا وثلاثه كعبات ناتور، ونحطهم بين يديا هكايا، نكبس عليهم شويه، ومن بعد نبدا هكا حتى لين نكعبرهم هكايا حتى لين نتحصلوا على التوربيون نتاعنا. فوالا هذه كعبتنا، نكملوا الكعبه الاخرى كيف كيف كعبه بكعبه. شفتوهم كيفاش يجيو هكا، ومن بعد نجيو نبداو هكا.
ندوروا فيها. فوالا، وهذه الاخرى كهو. توا ديريكسيون فور على 180 درجة مدة 10 دقائق، وهذا المطلوب. كايبات البسكوي نتاعي يخرجوا من الفور، امورهم مريقله، يعملوا 66 كيف، ريحتهم فيوحه وبنينه بك الشوكولاته وك الدنيا ذيك الكل. دونك باش نعمل انا بوسكو ما قلت لكم ماشي ضيفه وكل، دونك تو باش نخليهم يبردوا شويه وباش نحطهم في الفريغوفير والا اكلي بواط تذكروهم كلي وريتهم لكم في دبرخ فلف نتاع الدقله والكل، مازالوا عندي هذوك الكعبات، نحطهم في هذوك ونمشي ضيفه ومعايا حاجه عملتها انا في داري، سورتو كو ماما تحبها برشا لغوسات. هذية الكعبات حسيلو ريحتهم فيه وحاجة وهشوشين بنين، يعني باش نقص لكم كعبة ونوريها لكم كيفاش من داخل تعمل 66 كيف. نعرفكم باش تجربوها، كان تحبوا تجربوها زيدا فما فازة اخرى واستيس اخرى نحب نقول لكم عليها، اللي هي تاخذوا شوكولا اولي وتذوبوها في الباماغي ولا الميكروووند، ومن بعديك تجيو في القاع نتاعها وتغطسوها في وسط الشوكولا هذيك وتولي من لوطه هكايا بالشوكولاته ومن فوق بزينه كيما التوربيون. هذه هي شهوتي، بون شهوت ماما مش شهوتي انا نتاع اليوم. ان شاء الله عجبتكم الرسات، كان جربتوها بالطبيعه شنو باش تعملوا؟ شنو باش تعملوا؟ شنو باش تعملوا؟ باش تبعثوا لي فوتو.